الهيئه النقابيه راه خاص تكلم الهيئه النقابيه الاخرى، لاننا في اطار التنافس الشريف وحنا كنحترموا تلك الهيئه، فما يمكنش تعطى الهيئه وما تعطاش الهيئه اخرى. بطبيعه الحال بالنسبه لنا احنا اقصاء، وبالنسبه لنا احنا يعني تهميش كبير للجامعه، خصوصا على اننا جامعه فتيه، يعني دابا باش تاسست هذه السنتين، وسبق لنا اننا راسلنا السيد الوزير بمقترحات ديالنا في اجتماع رسمي بخصوص هذه القوانين اللي غادي تخرج. كذلك اللي حز في النفس ديالي هو انني تم اشعار الناس، قلت على انه ربما هفوه، ف وشفت على ان المسؤوله اللي كانت اللي كانت مكلفه بالربط ما بين البرامج عطيناها وقلنا لها راه كاينه الجامعه ورانا حنا ضيوف الى اخره، فكانت لا مبالاه، تم تسجيل داك الشيء، وبان لي حتى انها قالتها للسيد السيد الوزير، فاذا به يعني خذا الامور ببساطه وكاننا لسنا هيئه ولسنا نمثل صحفيين، وحنا راه عندنا تقريبا راه اكثر من 70% اللي عندنا كلهم مواقع الكترونيه. احنا اليوم كنتحدثوا على حريه الصحافه. وكنتحدثوا على حريه الصحافه، وحريه الصحافه اذا كانت غتبدا بالاقصاء فبطبيعه الحال ما كاينش، لانه بصراحه حيت ما يهمنا احنا هو الصحفي الممارس والصحفي المهني، ولكن الصحفي الممارس اللي في الميدان راه كاينه اشكالات كبيره 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 بزاف، ولا اظن حتى هذا قانون الصحافه اللي غادي يخرجوا انه غادي يضبطها، بدليل انا نقولها بصراحه، لان داك الشيء اللي كنت غنقولو تما غنقولو هنا، بدليل على ان الحكومه ليست لها رغبه اكيده في اصلاح القطاع ديال الاعلام والاتصال. وغنعطيكم غير كنموذج، كنموذج ان وزير كيقول المدير موقع وكيقول المتعاون في موقع انني لا اعطي تصريحات للمواقع الالكترونيه، وهذا نفس الوزير كتلقى انه كيمشي كيكتب في الصفحه ديال الفيسبوك يشجع على العشوائيه، وكيامن ان الناس ياخذوا من الصفحه ديالو انهم يمشيو يكتبوا، كيعتبر صفحته الفيسبوك على انها صفحه رسميه مرجع. فكيفاش غادي تقنن المواقع الالكترونيه والحكومه تعتمد الصفحات الاجتماعيه في توصيل بعض الاشياء ديالها؟ وشكرا. هذا الاقصاء هذا واش يمكننا نعتبره اكراه من الاكراهات اللي كتعيش الصحافه؟ نعم، خاصة أن الإكراه هو إكراه داخلي، أي في جسد الصحفي. هو شخصيا احنا عندنا حسن نية، يعني كاين الحسن نية ديال أننا ربما يكون تحسن في هذا القطاع، وهذا هو اللي خلانا نحضروا اليوم بكثافة، على أساس أننا نستافدوا من هذا اليوم الدراسي، ناخذوا المسائل باش نقنوا هذا العالم ديال الإنترنت، لأنه بدون تقني العالم ديال الإنترنت ما غنمشيوش بزاف. ولكن كيبان لي على ان سياسه الاقصاء اللي كانت قديم بقى غاديه، ما لا جديده فيها، ما كاينش جديد، وهذه اللي في الاداره في الوزاره ولا في كذا، ولا تعرف عن شيء اسمه الجامعه الوطنيه للصحافه والاعلام، ولا تعلم شيء عن شي حاجه سميتها النقابه الصحفيه المغاربه، وحنا غير هذه 4 ايام عاد باش درنا ثالث بيان ديالنا تضامني مع مجموعه ديال الصحفيين اللي كيتعرضوا للعصا. خلي اللي كيتعرضوا للدعاوي القضائيه ولا اللي كيتعرضوا للعصا ميدانيا في لو تيران، ولا اللي كيجي كما كيخليش يصور ومن بعد كيعنقوا وكيقول له اسمح لي، ولكن اسمح لي حتى كدوز اللقطه اللي خصو يصور. كاينه اشكالات. يمكن ناخذوا ذاك المثل اللي كيقول بان البتراج هي من الحمار. اكيد الا عندك جبل بحال تبقال وكنتي دير روبيني الفوق كيسيل راه تعيا ما تجفف لتحت. وشكرا.